إذن فقد نصبت لي فخاً. هذا ليس فخ يا سعد الدين. من الذي أرسلك إلى هنا؟ قل من هو؟ أطلبت رؤيتي سلطاني؟ بفضلك أنت أصبحت لعبة سعد الدين. لقد قتل أبي ليجعلني سلطاناً، وماذا بعدها؟ الوضيع الذي تعاونت معه جعلني أسيراً في قصري، حتى خروجي إلى الحرب قد أصبح بإذنه. إن لم نتخلص من الأمير سعد الدين فسيتخلص منا. وكيف سنفعلها؟ ها؟ كيف أمي؟ بينما أبي كان يموت في كيكوباديا، الأمراء الذين يثق بهم ووزراؤه وقادة جيشه كلهم اختفوا، حتى أنهم خافوا حضور مراسم تنصيبي. أنا سلطان في قصري فقط، ألا ترين ذلك؟ لقد حدث ما قاله أرطغرل. أنت طلبت مني الحقيقة وأنا أعطيتك إياها. أنا أقول الحق فقط، إن أردت قتلي اقتلني، وإن أردت اسعى خلف الحقيقة القرار لك. لكن إن وقعت في هذه الغفلة كما وقع سلطاننا من قبل، دولتنا من ستدفع الثمن. بغفلتك ستسلم الدولة إلى السلطانة وآلتون آبا، ومن ثم ستسلمها إلى أيدي سعد الدين القديرة. ستصبح سلطان الدولة، ولكنك لن تكون في الحقيقة إلا رجلاً تعاون مع قتلة والده كي يصبح هو السلطان. كي يصبح هو السلطان. كوبك سيموت بني. ماذا؟ تاج الدين بروانا سوف يقتله، أرسل خلفه أفضل رجاله، سيموت في المكان الذي ذهب إليه. وإن لم يموت أمي، ما الذي سيحدث؟ وقتها سوف أعترف أنني رميتك على مائدة الذئاب بني، لكنني سأقتله بيدي إن تطلب الأمر. من أنت أيها المأفون؟
تكلم. أنا أعرف هذا الرجل. إنه من رجال تاج الدين. الأمير تاج الدين إذن. الأمير تاج الدين. إذن فالسلطانة مهبري قد اتفقت مع الأمير تاج الدين كي يقتلني. ماذا سنفعل حضرة الأمير؟ من نصب هذا الفخ لنا سنعلمهم كيف تنصب الفخاخ. أنا الأمير سعد الدين كوبيك، ولا أحد يمكنه اللعب معي. الآن وبعد أن علمت من هو عدوك، وعلمت أنني لم أنصب الفخ لك بل أنقذتك منه، أما زلت لا تثق بي كوبيك؟ أخرجوهم! هيا! رتبنا كل شيء سمو الأمير. لم نرتب أمر تاج الدين. أعثر عليه أينما كان وأحضره لي. شقيق زوجته يعمل لدينا، وهو الآن ليس بعيدا. سأحضره إليك بأقرب وقت. رائع! أبلغ جون ألب ليأتي إلي بسرعة. سوف أكلفه بوظيفة مهمة. تحت أمرك سمو الأمير. نجوت من الفخ إذن سعد الدين. وأنت يا من أنقذني من الطعن، لقد قاتلت في صفي ضد أعدائي أيها المجنون. ليس مهماً، فكما قلت لك جئت إلى هنا للاتفاق معك. سأتفق معك بدلاً عن الحاكم كريتوس، لكن إياك أن تنفصل عنه آريس. وعندما يحين الوقت سأدعمك وسأجعلك تعيد اعتبارك، لكن أولاً يجب أن ننهي أمر أرطغرل وقبيلة الكاي. أنت ستأخذ انتقامك واعتبارك أيضا، وأنا سترتقي سلطنتي فوق دم أرطغرل ابن سليمان شاه. ما دام أرطغرل سيموت فأنا موافق.